اهلا بكم مع مهند بن حمود للسيارات 050-516-3525. اليوم واخيرا توصلنا للطريقه اللي اتشغلوا بيها الفيديوهات على الشاشات الخلفيه لموديلات ال 22 من التاهو واليوكن. طبعا اللي فيهم شاشات خلفيات فقط لان دي الدفعات الاوليه اللي نزلت من موديلات 22، وبعد ما غيروا السيستم اللي موجود على الشاشات واضافه الجوجل اكاونت كان في بعض الناس مش عارفين يشغلوا الشاشات الخلفيات. احنا الحمد لله توصلنا للحل، هو حل طبعا بحاجة اكسترنال او باجهزة خارجية وبتتوصل على الشاشات وبتشغل فيديوهات كاملة. وانا هحط دلوقتي فيديوهين من اتنين من الكاستمرز، والاتنين كانوا واخدين سيارات من اليوكن، واحد في السعودية واحد هنا عندنا هنا في الامارات، والاتنين شغلوهم والاتنين بيبعتولنا ازاي طريقة التشغيل وايه الاجهزة اللي احنا رشحنا لهم واشتغلت معهم. ويلا بينا نشوف الفيديوهات ونستنى تعليقاتكم. لو احتجتوا اي حاجه تاني اتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات، واهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب. يا شباب اللي عنده سياره تاهو 21 وفوق او يوكن او تقريبا جميع السيارات الامريكيه ويريد يشغل الشاشات اللي ورا، الشاشات اللي ورا في اليوكن او التاهو بهذه الطريقة، اوكي، وكأنك انت في البيت، تلفزيون البيت، عندك اليوتيوب، عندك اليوتيوب ميوزك، عندك نتفليكس، عندك اي تطبيق تريد تنزله ممكن تنزيله عادي جدا وشغال وصوته حلو وجدا الطريقة سهلة جدا. يعني الكل شغال وتلفزيونات شغالة والاثنين مع بعض، وتقدر تفصل وتشغل بس نجرب. بس تلفزيونات شغالة والصوت طيب وما عندكم أي مشكلة. الموضوع بس تركب هذه القطعة، القطعة هذه من شاومي، من شاومي، وهذه القطعة بروحها وتي معاها. السلام عليكم، مساء الخير يا أخ مهند، أبشرك أبشرك أبشرك، ضبطت الأمور مع قطعة شاومي. هذه القطعة شغالة، طبعا سلك كهرباء ال HDMI اللي هو خاص فيه هو، وطبعا السلك الكهرباء اللي هو ممتد ال USB. طبعا نقدر ندبر الكهرباء ونحطه في المدخل التايب سي، لكن هذا انا مبدئيا هذا السلك متوفر عندي الطويل هذا، قلت بس اجرب. لكن اهم شيء ان الشاشة اشتغلت، القطعة اشتغلت والامور طيبة. يوكن موديل 22 لازم عشان تشغل الشاشات الترفيهية اللي بالخلف لازم يكون في القطعة نفسها مكتوب هنا زي ما تفضلت يا أخ مهند 4K. ليش 4K؟ هذه قطعة جديدة، موديل جديد. الموديلات القديمة اللي اشتغلت على الموديل 21 كانت تشغل، كان مكتوب هنا FHD. FHD ما تشتغل على موديلات 22، اللي تشتغل عليها 4K زي ما انتم شايفين الآن. والحمد لله الامور طيبه وكل شيء شغال. طبعا لازم الريموت لان اللمس ابدا ما يمشي معك، حلو، فلازم الريموت يكون معك. وهذا انتم شايفين طبعا زي ما تشوفون اقدر اختار اي شيء، نتفليكس مثلا شغال، نتفليكس الامور طيبه. الأرقام وكل شيء أهم شيء إنها اشتغلت، هذا أهم شيء عندي أنا. طيب نشوف في اليوتيوب، طبعا الوضع شغال على الشاشتين كلها. يصير ف
فيعطيك ألف 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 عافية يا أخ مهند على المساعدة اللي قدمتها لي بخصوص الموضوع ال 4K. لازم يكون نظام 4K، نظام FHD ما يركب عليه إلا الموديلات 21. فبيض الله وجهك ورحم الله والديك ويعطيك ألف عافية. سلام.